أقدم صبيحة اليوم الأحد العديد من شباب بلدية عين سيدي شريف التابعة لولاية مستغانم على غلق مقر البلدية احتجاجا من إقصائهم غير المبرر من قائمة السكن الاجتماعي التي ضمت 130 شخصا، حيث نددوا بضرورة تقديم مبررات فعلية لإقصائهم من القوائم. ميكروفون مراسلنا أنيس بنحلة. محتجين على السكن لخاطرش بدون وثيقه رسميه، مخصيين بدون وثيقه رسميه. حنا مازال ما بينوا لنا والو، حنا رانا نطالبوا من السلطات تسوي لنا الوضعيه تاعنا. الدوسي تاع سكنه من سنه 2008 الى يومنا هذا ما استفدتش. عندي خويا في عمره 38 عام، هذا اللي في عمره 38 عام اسكو يستاهل باش تقول عليه عازب؟ حقك تحشم عليه باش تقول هذا اسمه تعلق في القائمه، اسمه صورته تعلقت في القائمه، راه معلق، هذا حقروه، راه محقور. 2015 كي نجوا عند رئيس البلديه يقولوا ماكش مقصيين، نائب رئيس البلديه يقولوا ماكش مقصيين، نروحوا عند شيف دايره يقولنا كمقصيين، شيف دايره يرسلنا للولايه، الولايه ترسلنا رئيس البلديه، مقصيين بدون سبب. طوعون علي سوبرا، انا بالنسبه لي هذو وراني نقول فيها الملفات تاعهم على مستوى الدائره. الدائره عطى الموافقه، رئيس الدائره عطى الموافقه تاع المحتاجين وطلعها لجنه الطعون. لجنه الطعون رايحه تدرس ملف في ملف.